ينضم إلي عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل. يعني امتناع نتنياهو عن منح مزيد من الصلاحيات للوفود المفاوضة في الدوحة أو في القاهرة وفق آخر التقارير والتصريحات التي تأتي من إسرائيل، لأي درجة من شأنه أن يؤثر حقا على المفاوضات، سيما وأن القرار النهائي لنتنياهو فيما يتعلق بهذه المفاوضات؟ طبيعي يوجد له تأثير كبير، وخاصة أنه يعني نتنياهو لا يمكن له أن يقول لا للإدارة الأمريكية ولا للوسطاء ولا لعائلات الأسرى الإسرائيليين ولا لشريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي ولا أيضا لشريحة واسعة من المجتمع الدولي، ولكن يرسل الوفد بدون صلاحيات، لا بل أنه يضع أمامهم مجموعة من المحددات التي تضمن بالنهاية إفشال وتفجير المفاوضات. يعني بمعنى أنه نتنياهو تبنى يعني تكتيكا واضحا، أنه يريد إحداث تنفيس بالموقف الداخلي في إسرائيل، وتحديدا حركة الشارع الآخري بالتصاعد والحدية، ثم المواقف الدولية والإقليمية الأخرى، ولكن بنفس الوقت لم يطرأ حتى اللحظة أي تغيير على موقف بنيامين نتنياهو إزاء مسألة الحرب والصفقة، حيث لا زال معني باستمرار الحرب إلى ما لا نهاية. ولكن الجديد بالموضوع هو حدوث تغيير واضح في مواقف بعض وزراء الليكود، وخاصة أولئك المقربين من بنيامين نتنياهو. يعني باليومين الماضيين طرأ تغير واضح على موقف الوزيرة ميري ريجيف والوزير روني دريمر، وهم من المقربين جدا من بنيامين نتنياهو. وحتى اللحظة واضح أنه بنيامين نتنياهو يراهن على دعم وزراء الصهيونية الدينية جماعة سموتريتش وبن غفير، ثم يراهن أيضا على تعنت موقف وزير الجيش جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هليفي، والذين يبدو أنه تفسير مواقفهم المتصلبة أنهم مع بنيامين نتنياهو يتحملون المسؤولية الكبرى عن الإخفاق الكبير بالسابع من أكتوبر، بالتالي باتوا مقتنعين أنه سيكونوا أمام لجان التحقيق التي ستشكل حال وقف إطلاق النار، بالتالي التقت مصالحهم مع مصلحة بنيامين نتنياهو حول مسألة إطالة أمد الحرب الحالية. هذه اللاءات التي تتحدث عنها، وأريد أن أقف عند يعني الرفض ربما الذي بدأ على الأقل في بعض الوسائل، وسائل الإعلام وبعض أيضا القنوات الدبلوماسية، الرفض الإسرائيلي لوجهة النظر الأمريكية إزاء ما يجري، ظاهره ربما تغييري لكن باطنه لا يحمل أي تغيير على ما يبدو في سياسة واشنطن تجاه تل أبيب، حتى أننا رأينا شحنات أسلحة جديدة أرسلت إلى تل أبيب رغم الخلاف. يعني لا شك أن هنالك خلاف حول مسألتين ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة إسرائيل. الأول حول وسائل إدارة الحرب الحالية وكيفية إدارتها، بما لا يجعل الإدارة الأمريكية تتحمل يعني تداعيات وتدفع أثمان، سواء أثمان انتخابية بالداخل الأمريكي أو سياسية وأخلاقية ومصالح أمريكا خارج. ثم لا زالت هنالك إشكالية واضحة حول مسألة ما غزة ما بعد الحرب، وهذه المسألة منذ اللحظة الأولى لبداية الحرب، يعني منذ أن زار الرئيس بايدن إسرائيل بالأسبوع الأول للحرب وترأس اجتماع مجلس الحرب، تحدث بشكل واضح أمام نتنياهو وكل الوزراء ونصحهم بأن لا يقعوا بالفخ الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية بفترة أحداث 11 أيلول، وذهبت باتجاه حروب، وبالنهاية في مرحلة ما أصبحت تبحث عن مسارات لكيفية الخروج والتراجع من المآزق التي وصلت إليها. واليوم بعد مرور أكثر من 5 شهور ونصف لا زالت الحالة الإسرائيلية الداخلية تعيق التوصل إلى رؤية واضحة حول غزة ما بعد الحرب، وأعتقد أنه هذه الإشكالية التي لا زالت الإدارة الأمريكية تعمل من أجلها، بمعنى أنه اليوم الإدارة الأمريكية يعني صارت الصورة واضحة أمامها أنه إسرائيل
بحاجة قيادة أفضل من القيادة الحالية لتكون أكثر قدرة على التعبير عن مصالح إسرائيل، وهذا ينسجم مع شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي التي باتت ترى بحكومة إسرائيل الحالية ورئيسها خطر جدي على مستقبل إسرائيل، وهذا الشعار الذي يرفع بالفترة الأخيرة بالمظاهرات، واللي جزء منها بدأ الآن يعني بمنطقة الكنيست، حيث دعيت الأيام اليوم وغدا وبعد غد إلى مظاهرات في بالقرب من الكنيست للضغط على الحكومة، ليس فقط للذهاب باتجاه صفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين بموجبها، إنما إلى تفكيك الحكومة و استبدالها أو الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة. نعم، شكرا جزيلا لك عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من الخليل، أشكرك كل الشكر.